التحق بنا عبر سكايب المحلل الاقتصادي الدكتور علي البريدي. دكتور علي، أهلا وسهلا بك معنا في النشرة الأولى. خليني أبدأ معك بداية عن أبرز المزايا لتصحيح الأوضاع بالنسبة للمنشآت التجارية. أشكركم على الاستضافة في هذا الموضوع الهام والذي يشهد مرحلة حاسمة بانتهاء الفترة التصحيحية بنهاية يوم الأربعاء القادم. الحقيقة أنه يعني تقدمت يعني الجهات المختصة بمبادرات كثيرة جدا للقضاء على هذا السرطان المستمر لعشرات السنين والذي ينخر في الاقتصاد الوطني، والذي تعد هذه المبادرات أنجح الوسائل التي رأيناها تنعكس فعليا. رأينا كثير يعني من الأنشطة التي كانت مثقلة بالتستر تغادر، رأيناها عيانا الآن وتشاهدون في الأسواق بشكل واضح حتى قبل انتهاء الفترة التصحيحية. نعم. التستر الحقيقة التجاري يعني مضر جدا بالاقتصاد، وما يحصل الآن من يعني محاربة له مكافحة يعود على الاقتصاد بالنفع. فأولا هو يوفر أنشطة تجارية كانت يعني مستحوذ عليها بجهات غير سعودية التي كانت أيضا تعمل بشكل حقيقة مثل المافيا. يعني ما أنا أردت أن أستخدم كلمة أخرى، ولكن هي تشتغل بشكل منسق فيما بينها بشكل كبير جدا، وطارد مع الأسف ومحارب، يعني لأنهم يمارسون النشاط ويساعدون السعودي أو على الأقل يغضون الطرف عنه، لكن لا، يجد السعودي من يحاول أن يمارس نفس النشاط يجد محاربة شديدة. القضاء على التستر يؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين، يؤدي إلى أن الأموال بدل أن تذهب، ونرى التحويلات بالمليارات عن هؤلاء المتاجرين، نجد أن الأنشطة سوف تبقى أو الأموال ستبقى معظمها في المملكة العربية السعودية، لأن ابن الوطن سينفق وسيعيد الاستثمار في المملكة العربية السعودية. أيضا سيقلل من مظاهر الغش التجاري التي كثير من هذه الأنشطة متستر عليها. أيضا حقيقة يحمي حتى المتستر يعني أو المتسترين المواطنين الذين ضعفت نفوسهم وسمحوا للغير، لأنك لا يعني كثير من المآسي نشاهدها في جوانب قانونية أنه يلقون في النهاية الشخص الأجنبي يسافر ويترك المنشأة مثقلة بالديون، ويعني الذي يعاني من التبعات وهذا طيب المواطن. دكتور، وإن خرجت قليلا عن يعني المسار الاقتصادي، أين تكمن اليوم خطورة استمرار التستر التجاري؟ إلى أي مدى يكون هناك خطورة مؤثرة بشكل عام على جميع المناشط فيما يتعلق بالتستر التجاري؟ خطورة كبيرة حقيقة تمس يعني جميع مناحي الحياة. فأولا المسؤولية، تجد أن المسؤولية يعني المتستر عليه يعمل بدون مسؤولية، لا يوجد مسؤولية ولا يوجد محاسبة، وهو يعلم لن يقوم بواجباته الآن الزكوية والضريبية، لأنه يعلم أن في النهاية المسؤولية ستقع على كاهل المتستر وهو المواطن. فالمسؤولية مسألة مهمة جدا. التستر حقيقة يضيع المسؤولية ويميعها ويعدم المسؤولية. قد تكون هناك أنشطة حتى غسيل أموال قد لا يعلم حقيقة كثير، وتأتي قضايا كبيرة بهذا الشكل وبعشرات مئات الملايين تستغل هذه المنشأة للقيام بعمليات غسيل الأموال. هذه مشكلة كبيرة جدا ولا يعلم المتستر عنها، لأنه سلم اسمه وسلم شخصيته وسلم كل شيء لأناس يعني من خارج هذا الوطن، ولا يعبؤون بأمن وسلامته. فكل هذه الأضرار يعني لا تنحصر هي في أضرار اقتصادية كما تفضلت، أضرار أمنية، أضرار اجتماعية، أضرار كبيرة. يعني رأينا أنه كثير من أعداء هؤلاء الوطن تصل هذه الأموال في الأخير إليهم لتضر بالوطن. نعم. طيب دكتور، إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر، هذا البرنامج إلى أي مدى كان له الأثر في موضوع يعني تطوير الأنظمة التشريعات، كذلك فيما يتعلق بتحفيز التجارة الإلكترونية
تقديم الحلول التقنية وغيره؟ البرنامج نقلة كبيرة جدا، ولذلك أنا أعتقد أن هذه الحملة، والمتسترين أنفسهم يعلمون أن هذه الحملة ستكون ناجحة وليس مثل ما قبلها، لأن أصبح هناك برنامج جهة محددة أمسكت بخيوط مكافحة التستر بعد أن كانت مشتتة بين جهات أمنية وتجارية وموارد بشرية وما إلى ذلك. أصبحت الآن المعلومة مجموعة في جهة واحدة تنسق الجهود ولا تترك هناك أي ثغرة أو فراغ لهؤلاء المتسترين. أيضا الحوكمة الإلكترونية التي قامت بها المملكة العربية السعودية تؤتي ثمارها، الربط بين البنوك وبين الجهات المختلفة والجهات الأمنية والجهات الرقابية، كل هذه المعطيات، الفاتورة الإلكترونية، نقاط البيع، أن يكون البيع عن طريق نقاط البيع، هذا شيء رائع، وأن يكون حسابات، تقليل الاعتماد على الكاش. هم يحاولون الآن الاعتماد على النقد حتى يكافح، ولكن تسد عليهم الثغرات بشكل يعني كبير جدا، حتى وصل الأمر إلى استخدام الذكاء الصناعي لتحليل العمليات والوصول إلى المنشآت التي تعاني من التستر. نعم، إلى أي مدى تعتقد أنه يجب أن يكون هناك يعني ترابط بين عدد من الجهات ذات العلاقة، ويكون هناك سلاسة يعني إذا صح التعبير في التعامل فيما يخص إنجاح هذا البرنامج، برنامج مكافحة التستر؟ هذا التنسيق موجود بشكل كبير جدا، وهناك حزم في التطبيق، هذه الميزة، يعني أن أصبح هناك حزم في التطبيق، وأصبح يعني لا مناص من الانصياع لمثل هذه التعليمات، لأن هناك متابعة قوية وأيضا عقوبات صارمة في كل من يعني يتراخى، ونزاهة أيضا خلف الجهات التي الحكومية أو المنتسبين إليها الذين يصير منهم أي تراخي في تطبيق النظام. التنسيق الآن موجود وكبير جدا، والبرنامج هو الذي يقوم عليه، والمعلومات، وسنرى بعد نهاية يعني المهلة التصحيحية كيف سيتم الضرب بيد من حديد، وسترون إعلانات عن عشرات بل مئات الحالات المكتشفة بعد المهلة التصحيحية. هناك الكثير الآن حقيقة تحت الآن التصحيح، ولكن بعد المهلة أيضا سترون إن شاء الله بإذن الله، أنا أتوقع قضاء على تستر بنسبة كبيرة جدا جدا بعون الله. نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معي عبر سكايب المحلل الاقتصادي الدكتور علي البريدي، شكرا جزيلا لك دكتور.